السلام عليكم متتبعين ومتتبعات يوميات ميكانيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا جميع عندنا واحد المشكل في هذا البونتو. المشكل ديالها هو اننا عندنا تشيك موتور شاعله. غادي نحاولوا نديروا ليها الدياغنوستيك، وحتى في التيراج شويه كتسكي ملي كتديرها في دوزيام ولا هذا وكتكسر عليها كتحس بشويه ديال الكلاكمون ولا هذا تديراطي شويه. دابا نديرو لها الدياغنوستيك كيف ما كتشوفوا الاباري لانش. ندخل دابا خلينا اعطينا هنايا نختاروا لا مارك فيات كرا اوكي في 33-20 وندخلو اوكي ونتسناو هادي تاع ديرنا روميز مصبوغ. يعني هاد المشكل هذا قلبنا فلتر ديال ليسونس، قلبنا فلتر ديال الريح، كلشي مزيان كلشي بدلو كليان. دابا نشوفو حنا دابا نحاولو ندخلو ليها يا بينتو 188. اختاروا 1.2 16 فالف. نعم دخلنا عطينا هاد لي زانفورماسيون على الكالكيلاتور. دابا نحاولو ندخلو لي كود ديفو ديكسور دو كود ديفو. هنايا عطاتنا ريزيستونس دو بريشوفاج ابري كاتاليزور. يعني عندنا صوند لاندا غنحلوها وغادي نشوفو كيفاش المشكل. دابا من بعد ما فتحناش دابا مرتاتنا شوية في الحلان ديالها، درنا لها شوية زيت الفرن، غادي نحاولو نطويوها ونحكو ليها داك الراس ديالها بشوية دكات الحرش وغادي نشوفو كيفاش. أنا الشاكي كترجع كتولي بحال ما هكا، كنحكوها بشوية دكات الحرش في داك الراس ديالها وكنقيوها من الداخل مزيان وكتولي مزيانة. ودابا نديوها ان شاء الله نمشيو نركبوها الطوموبيل. راه هي بقاو معنا هنايا شو بلاصه فين كاينه ابري كاتاليزر، هادي هي اللي من بعد الكاتاليزر. درنا لها شويه زيت الفران باش تطلق. دابا المونطيوها سهله، سعر 22 كتحلها وكتعاود تردها، هي ديك باينه ماشي شي حاجه. حتى ملي كتسالي كنركبو ليها الفيش ديالها ما نساوهش. نحاولو نبعدو على الشاطمه باش ما يتحرقش، ضروري خصو يكون نبعدو عليها. ونعاودو نرجعو دابا هنا عندنا لاباري ونعاودو نشوفو هاد لي كود ديفو اللي عطاتنا واش مزيانين ولا لا. نشوفو دابا هاد لي كود ديفو. انا اوكين كود ديفو، يعني المشكل راه مشى وفعلا السيارة ولات مزيانة ومبقاتش فيها تشيك شعلة. السلام عليكم.